أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوه كتابي، وبقوا صحابي جوه كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنوره يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفزورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفزورة زي المألوف. الهبره كدبره، الهبره كدبره، الهبره كدبره، الهبره كدبره. كلمه سر تدوس على السر، كلمه سر تدوس على السر، مره تقر ومره تفر، مره تقر ومره تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد خوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والترب النموناكشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. ترفع الطهطاوي، يا سلام يا سلام، سلام يا سلام، يا سلام يا سلام. وصلاح الدين الأيوبي نضرب له سلام، نضرب له سلام، نضرب له سلام. وجمال الدين الأفغاني I'm good at night.
حبيتوها هترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. ترجعيني للأسرة الرابعة. عارفة سنة كام؟ 2600 قبل الميلاد. تستهليها. رمز حضارة ورمز خلود، ياللي بنيت الهرم الأكبر رمز حضارة ورمز خلود. شامخ يعني مجد بلادي، شاهد على عظمة أجدادي. شامخ يعني مجد بلادي، شاهد على عظمة أجدادي. رايت عز المصري الغالية وغني والعيون هزوه. كائن غريب. يا ناس يا ناس، حرام عليكم، انا مصري زيكم، انا جاي عشان اقابل جلالة الملك.
هو ده؟ انت بتاع حطب جدي الحكيم العظيم، عرفتك من صورتك، كنا بناخدك في تالتة ابتدائي نظام قديم. انت مين؟ انا عمو فؤاد. لا انا ما اعرفكش. بس انا اعرفك وقريت كلام الحكمة العظيم اللي انت كتبته، تحب اسمعك حاجة منه؟ كن سيدا في بيتك وكن محبا لزوجتك واشتري لها العطر واجعلها سعيدة دائما. الله الله، فعلا الكلام ده انا كتبته النهاردة الصبح وانا في البيت لوحدي، ما كانش معايا حد. انت عرفته ازاي؟ قريته في الكتب في النص الثاني من القرن العشرين. ابعدوه. لا لا لا، استنوا استنوا بس استنوا بس، انا لازم اقابل جلالة الملك. هاتوه. بتبصلي كده ليه؟ بتشبه عليا؟ لا يا مولاي، انا مش بشبه عليك، انا عارفك كويس، عارفك كويس قوي. جلالتك هتتاكد لما تسمع الكلمتين دول. يلي بنيت الهرم الاكبر رمز حضاره ورمز خلود، امم اتلاشت حوالين منه ودول باشت، وده موجود. شامخ يعلن مجد بلادي، شاهد على عظمه اجدادي، رايه عز مصر الغاليه وغنيوه لعيونها السود. يلي بنيت الهرم الاكبر اسطوره وفن واعجاز، من غير ونش رفعت حجرته وصقلتها خلتها ازاز. مر عليه الدهر وعدى يحكي حكايته لكل الكون، ولا بالشتا والصيف اتأثر أو بمدافع نابليون. ياللي بنيت هرمك أعجوبة تفضل بعدك للأحفاد، تدفعهم للعمل الباني وتفكرهم بالأمجاد. ياللي بنيت هرمك عنوان مصر الحية في كل زمان، اللي الموت لو قرب منها مش حيلاقي لنفسه مكان. توتا 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 توتا، آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها، والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد ويا الأجداد راح يقابلهم